أسعد الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين في نشرتنا الجوية لهذا اليوم. أجواءنا اليوم غائمة جزئيا، فرص لأمطار متفرقة. قبل قليل هناك تشكلت بعض السحب الرعدية في أقصى جنوب شرق دولة الكويت على منطقة رويصيب، كانت أمطار متفرقة ومتوقع أن تستمر فرص الأمطار بكرة غدا في يوم الاثنين على فترات متقطعة وتكونات بعض السحب الركامية. لاحظنا ارتفاع في درجات الحرارة اليوم، تجاوزت 31 درجة مئوية، ولكن ابتداء من مساء يوم غد تقدم مرتفع جوي وتحول الرياح للرياح الشمالية الغربية، راح تقل درجات الحرارة نسبيا. أما الحال الطقس الحالي في مدينة الكويت وضواحيها، سماء غائمة إلى غائمة جزئيا، الرياح الشرقية سرعتها 8 كيلو متر في الساعة، درجة الحرارة الحالية 24 درجة مئوية، الرطوبة النسبية 49%، الرؤية الأفقية جيدة تتجاوز 10 كيلو. الطقس المتوقع في منتصف هذه الليلة أعزائي المشاهدين، أجواء معتدلة خاصة في المناطق الصحراوية من دولة الكويت، منطقة الشقاعي والسالمي 17 درجة مئوية، الرياح بشكل عام رياح جنوبية شرقية معتدلة بسرعة بشكل عام، قد يكون هناك نشاط نسبي تصل سرعة الرياح 40 كيلو متر في الساعة تزامنا مع تكون السحب الرعدية المتوقعة. أما بالنسبة لمنتصف المناطق الوسطى والساحلية متفاوتة درجة الحرارة ما بين 18 إلى 19 درجة مئوية، مع بداية دخول ساعات صباح الأولى من نهار يوم الغد متوقع أن تتفاوت درجات الحرارة ما بين 17 درجة مئوية في منطقتي الشقاعي والسالمي، مناطق الوسطى والساحلية متفاوتة ما بين 18 إلى 21 درجة مئوية، مع تحول الرياح للرياح الشمالية الغربية خفيفة إلى معتدلة السرعة في بداية النهار، ولكن ابتداء من منتصف النهار تعاود يانا الأجواء أو الرياح الجنوبية الشرقية معتدلة السرعة بشكل عام، وتزيد كميات السحب متفرقة، فرص الأمطار خفيفة متفرقة على بعض مناطق البلاد. أما بالنسبة لدرجات الحرارة العظمى قد تصل 30 درجة مئوية في المناطق الوسطى من دولة الكويت، أما المناطق الغربية والشمالية متفاوتة ما بين 27 درجة مئوية إلى 28 درجة مئوية. الأجواء البحرية أعزائي المشاهدين متوقعة خلال 24 ساعة القادمة بمشيئة الله، أجواء معتدلة بشكل عام، ارتفاع الموج من 2 إلى 4 أقدام، التيارات المائية لا تزال قوية في فترات الحمل. أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت الساعة 4:34 دقيقة موعد شروق الشمس، الساعة 5:53 موعد أذان المغرب، الساعة 5:59 دقيقة. بالنسبة للطقس المتوقع لمدينة الكويت خلال 5 أيام القادمة بمشيئة الله، أجواء غائمة في يوم الاثنين والثلاثة، فرص أمطار خفيفة متفرقة على بعض مناطق البلاد، الرياح الجنوبية الشرقية تستمر يانا حتى الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء، وتعاود الرياح الشمالية الغربية، درجات الحرارة 29 درجة مئوية و27 درجة مئوية العظمى، الصغرى من 18 إلى 17 درجة مئوية. ابتداء من يوم الأربعاء تعاود يانا الرياح الشمالية الغربية وتقدم مرتفع جوي، راح نلاحظ انخفاض نسبي في درجات الحرارة، تصل درجات الحرارة 26 درجة مئوية، أما بالنسبة للصغرى 18 درجة مئوية، وتستمر الأجواء الربيعية المعتدلة خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع. أعزائي المشاهدين شكرا على المتابعة.